وازيكم يا احلى اصحاب، ورجعنا في فيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب مختلف تماما عن باقي الفيديوهات اللي احنا عملناها. فيديو النهارده يا شباب هشرح لكم 21 تطبيق في فيديو واحد، وهحاول ان اخلي الفيديو وقته قصير جدا عشان بحيث انك ما تملش وانت بتشاهد الفيديو. وقبل ما نبدا الفيديو يا شباب هطلب منكم طلب صغير، انكم توقفوا الفيديو 5 ثواني وتنزلوا تحت تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك وتفعل زر الجرس. واهم حاجه يا شباب تشير الفيديو مع اصحابك، لان في تطبيقات كتيره جدا انا واثق انها تعجبكم، وتكتب لي تعليق حلو على ذوقك، بقرا كل الكومنتات وبعمل عليها قلوب. فبشكركم من كل قلبي على تعليقاتكم اللي تجنن دي. ومن غير ما اطول عليكم نبدا الفيديو، ونبدا باول تطبيق وهو تطبيق اولوز اون ايدج. والخاصيه دي موجوده في هواتف سامسونج الكبيره، وهي انك بتقدر تشغل الساعه بشكل جميل جدا ومميز. كل عام بنفتح التطبيق بالشكل ده ظهر لنا النافذه دي، كل عام بنضغط هنا لو عايزين نعدل في شكل الاطار ده او نغير شكل الساعه. بيديك اعدادات كتيرة جدا تقدر تغير في شكل الساعة، الاشعارات اللي بتجيلك هناك ولونها. فكل علينا دلوقتي يا شباب اللي احنا نقفل الهاتف والتطبيق شغال وبعدين نفتحه تاني، تالي هيفضل الساعة شغالة بشكل جميل ومميز، والاطار ده شغال ما بيسحبش كتير من البطارية بتاعة الهاتف زي الخاصية الموجودة في الاس 7 وجميع هواتف السامسونج اللي عليه. فتطبيق جميل جدا، هسيب لكم رابط تحمله في وصف الفيديو تحت. ونروح لتاني تطبيق معانا وهو تطبيق هيد سكرين. التطبيق ده جميل جدا، بتقدر تقفل الهاتف الخاص بيه بطريقة محدش يتوقعها ابدا او ممكن يتخيلها. كل ما نفتح التطبيق بالشكل ده بيظهر لنا بالواجهة دي. بعدين كل اللي علينا دلوقتي بنضغط ستار، بيظهر لنا النافذه دي يا شباب. كل اللي علينا بنضغط عليها. مستحيل دلوقتي يا شباب انك تقدر تفتح الهاتف من زرار الباور او من اي زرار عندك على الهاتف، هيفضل الشاشه عندك معلقه. كل هيمسك موبايلك هيفتكر الموبايل بتاعك معلق او الشاشه بتاعتك محروقه او البطاريه خلصت، ومش هيعرف يفتح الهاتف بتاعك. بس بمجرد انك بتضغط ضغطتين على الهاتف بالشكل ده بيفتح الهاتف. ممكن نخلي الضغطتين دول يا شباب 3 عن طريق اللي احنا نضغط هنا ونضغط على الخيار ده، ونجرب لحن في الهاتف تاني. زي ما احنا شايفين يا شباب مش هيرضى يفتح خالص غير لما نضغط 3 ضغطات على الشاشه، فبالتالي هيفتح بالشكل ده. فتطبيق جميل جدا، هسيب لكم رابط تحمله في وصف الفيديو تحت. ونروح لتالت تطبيق، هو تطبيق مميز جدا ومفضل بالنسبه لي، وهو تطبيق فلاي شات. التطبيق ده بيوفر لك ميزه زي ميزه الماسنجر بالظبط لجميع التطبيقات اللي عندك، زي تطبيق الواتساب، انستجرام، تليجرام. بالشكل ده زي ما احنا شايفين يا شباب تقدر تفتح الدردشة في نافذة منبثقة زي دي عن طريق التطبيق ده. كلها هنفتح التطبيق بالشكل ده وبعدين نديله الصلاحية بالشكل ده، وبعدين نضغط هنا. فبالتالي بيديك جميع التطبيقات اللي عندك على الهاتف، تقدر تخليها تفتح في نافذة منبثقة زي دي، كاي بي، واتساب، تليجرام. نجرب اللي احنا نبعت رسالة من تطبيق الواتساب ونشوف هيظهر لنا نافذة منبثقة زي دي ولا لا. نبعت رسالة زي ما احنا شايفين يا شباب جات لنا رسالة بالشكل ده، نقدر نرد عليها. نقدر نرد عليها لو احنا في اي تطبيق، مثلا لو احنا بنشاهد فيلم او في اي تطبيق من غير ما نطلع من التطبيق اللي احنا موجودين فيه. ونروح لرابع تطبيق، هو تطبيق شايفه مهم جدا ولازم أن يكون على كل الهواتف، هو تطبيق دبل كات. التطبيق ده فايدته يا شباب لو انت عندك ملفات او صور او جهاز اتصال متعادة مرتين او الارقام المتعادة كذا مرة، ويمسحها مع الهاتف بالشكل ده. فزي ما احنا شايفين يا شباب التطبيق بيظهر بالواجهه دي، بيعمل لك فحص الفيديوهات وللصور او الموسيقى. فكل انا بنضغط على 5 خيار ده يا شباب عشان يبحث لنا في جميع الملفات دي، ونضغط سكان ناو. فزي ما احنا شايفين يا شباب جاب لنا جميع الصور والتطبيقات والملفات المكرره مرتين بالشكل ده. كل اللي عليك بتضغط على ديليت ناو، نضغط اوكي، فبالتالي هيتمسح جميع الملفات المكرره وهيبقى عندك مساحه كبيره في الهاتف. ونروح لخامس تطبيق، والتطبيق يا شباب ده مميز جدا من اجمل التطبيقات اللي ممكن تحملها. كلنا بنفتح التطبيق بالشكل ده، بعدين نضغط البدء، امكانيه الدخول، نديله الصلاحيه اللي هو يشتغل بالشكل ده، بعدين نضغط التالي، تم البدء. وبعدين يا شباب هيظهر لنا النافذه دي، من خلال النافذه تقدر تعمل مميزات جميله جدا. فلو ليك صاحب بيتكلم باستمرار باللغه الانجليزيه او عايز تكلم شخص اجنبي باللغه الانجليزيه كانك من بلده، كل اللي علينا بناخد النافذه دي يا شباب نحطها على الكلمه اللي هو بعتها لنا صاحبنا، فبالتالي بيترجمها لك بالشكل ده كيف حالك. فكل علينا يا شباب هنكتب الكلمه اللي احنا عايزين نرد عليه بيها بالشكل ده، وبعدين ناخد النافذه ونحطها على الكلام اللي احنا كتبناه له، فبالتالي تترجم بسرعه للغه الانجليزيه بالشكل ده، بعدين نقدر نبعتها له. ولو انت في اي تطبيق من التطبيقات كلها كلام انجليزي، كل اللي بنضغط عليه ضغطتين، فبالتالي بيترجم لك كل اللي في الصفحه بالشكل ده بسرعه وبسهوله. ونروح لسادس تطبيق، هو تطبيق ديسك دايجر. التطبيق ده جميل جدا يا شباب لو انت عندك صور محذوفه وعملت الهاتف الخاص بيك فورمات من حوالي شهور كتيره، 6 شهور سنه. التطبيق ده بيرجع لك الصور اللي انت مسحتها من فتره طويله جدا. كل اللي بنفتح التطبيق بالشكل ده وبعدين نضغط على بدء مسح الصور الاساسي. بس قبل ما نضغط يا شباب هوريكم كام صوره عندي على الهاتف. فزي ما احنا شايفين
عندي جي حوالي 30 صورة او 40 صورة بالكتير عندي على الهاتف. بمجرد ان انا هشغل التطبيق شوف كم صورة هيرجعها عندي على الهاتف. كل اللي احنا بنسيبه شوية يا شباب بالشكل ده، شباب بيفضل يدور لك ويبحث لك في الصور لحد ما يجيب لك جميع الصور اللي عندك على الهاتف او مسحتها. فزي ما احنا شايفين قدر يرجع 235 صورة وما زال بيدور على صور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فكل اللي علينا بنضغط على الصورة وبعدين نضغط على استعادة ونرجعها على الهاتف. فتطبيق جميل جدا انا واثق انك هتحتاجه. ونروح لسابع تطبيق وهو تطبيق باور شات. التطبيق ده جميل جدا، بيغير لك لوحه الاشعارات بتاعتك بطريقه جميله بطريقه مميزه. زي ما احنا شايفين يا شباب دي لوحه الاشعارات بتاعتنا، لوحه قديمه لوحه ممله نوعا ما. كل قاعد نفتح التطبيق بالشكل ده وبعدين نديله صلاحيه الوصول. كل قاعد نضغط هنا وبعدين نديله الصلاحيه اللي هو يشتغل بالشكل ده. وبعدين تلقائي يا شباب هتلاقي لوحة الاشعارات بتاعتك بقت شكلها جميل جدا، شكلها جذاب. فلو عايز تغير في الوان الاشعارات دي، الاشكال دي تغير في لونها وتغير في لون الايقونات دي، كلها بنضغط هنا ونحط الالوان اللي احنا عايزينها او نغير الشكل كله بالكامل من خلال الخيارات دي. ونروح لتامن تطبيق هو تطبيق بي تي في. التطبيق ده جميل جدا في مشاهدة الافلام والمسلسلات الجديدة، مترجمة بشكل جميل. كلها بنفتح التطبيق بالشكل ده بيظهر لنا بالواجهة دي. لو هو قديم بنعمل له ابديت، نضغط على كنسل وبعدين نختار لغة الترجمة اللي احنا عايزين الهاتف اللي هو يترجمها، وليكن مثلا اللغة العربية. وبعدين كلها بنضغط على التلات شروط دول لو احنا عايزين نشاهد مسلسلات من الخيار الاول او نشاهد افلام من الخيار التاني، وليكن مثلا افلام. بعدين نضغط على هنا يا شباب هيديك جميع الاقسام اللي في الافلام بالشكل ده، سواء كانت اكشن انمي كوميدي رعب. وبعدين نختار الفيلم اللي احنا عايزين نشاهده. بينزل افلام جديده زي ما احنا شايفين في المطرزان وافلام كتيره بالشكل ده، فكلنا بنختار اي فيلم من الافلام دي. وبعدين نضغط على واتش ناو، فبالتالي بيحمل السيرفرات اللي انت ممكن تشاهد من عليها الفيلم بالشكل ده. فلو الانترنت بتاعك قوي نختار اعلى سيرفر، لو الانترنت بتاعك ضعيف نختار اقل سيرفر. وبعدين نضغط على تاني خيار تشغيل مع الترجمه، فبالتالي بيحمل لك الترجمه اللي انت ممكن تشاهد من على الفيلم وليكن مثلا دي. فبالتالي الفيلم هيشتغل بالترجمه بتاعته زي ما احنا شايفين. فتطبيق جميل جدا تقدر تشاهد عليه مسلسلات جميع انواع المسلسلات. هسيب لكم رابط تحميله مع باقي التطبيقات تحت. ونروح لتاسع تطبيق معانا هو تطبيق اسمه ستايلش تيكت. التطبيق ده جميل جدا، تقدر تتكلم مع اصحابك بخطوط جميله جدا وتوصل له بشكل جميل جدا ومميز. كل لعبه بنفتح التطبيق بالشكل ده هيظهر لنا التطبيق بالواجهه دي. كل لعبه بنضغط هنا ونديله صلاحيه الوصول بالشكل ده وبعدين نضغط هنا. وبعدين التطبيق بيدينا شباب خطوط جميله نقدر نتكلم بها مع اصحابنا. كلنا بنختار الخط اللي هيعجبنا سواء كان ده او ده ونحط جنبه قلب، وليكن الخط ده عجبني جدا. ونروح تطبيق الواتساب ونتكلم مع اي شخص وليكن نقول له عامل ايه. بعدين هيظهر لنا نافذه بالشكل ده، كلنا بنضغط عليها هنا فبيتغير شكل الكتابه لشكل جميل جدا ومميز. وبعدين نضغط ارسال بيوصل للشخص الثاني بنفس النمط بنفس الاسلوب. ونروح لعاشر تطبيق وهو تطبيق مهم جدا هتحتاجه. التطبيق ده يا شباب فايدته لو انت مصور صوره والمكان اللي حواليك في زباله او في شخص مش عايز تطلعه، التطبيق بيشيلهولك بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كان في شخص ثالث في الصوره، التطبيق شاله بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كان في جنبه شخص، التطبيق شاله. فهوضح لكم فكره التطبيق ده دلوقتي يا شباب. كل عليها بندخل التطبيق بالشكل ده وبعدين نضغط على اول خيار وبعدين نضغط على جيت ستارت ونضغط على الخيار ده ونختار الصوره اللي احنا عايزين نشيل منها الزباله او الشخص، وليكن مثلا الصوره دي. زي ما احنا شايفين حوالينا زباله كتير، كلها بنضغط هنا ونضغط على الخيار ده وبعدين نعلم على الحاجه اللي احنا عايزين نشيلها من الصوره، وليكن الحاجه دي الزباله دي. زي ما احنا شايفين التطبيق شالها كمان الزبالة دي. زي ما احنا شايفين يا شباب التطبيق بيشيلك الزبالة من الصورة بشكل جميل جدا ومميز. فالتطبيق ده هتحتاجه 100%. هسيب لكم رابط تحمله في وصف الفيديو تحت. ونروح للتطبيق رقم 11 وهو تطبيق هيحتاجه الناس اللي عندها ارقام كتيره وعايزه تعمل واتساب اكتر من مره او نسخه تانية من تطبيق الفيسبوك او نسخه تانية من تطبيق الماسنجر. كلنا بنفتح التطبيق بالشكل ده بيظهر لنا التطبيق بالواجهه دي. كلنا بنستنى شويه لحد ما يفتح ونديله صلاحيه للوصول. هيظهر لنا التطبيق بالشكل ده يا شباب. كلنا دلوقتي بنختار التطبيقات اللي احنا عايزين نعمل منها نسخه تانيه، وليكن مثلا تطبيق الواتساب بس، وبعدين نضغط على الخيار ده. فبالتالي يا شباب زي ما احنا شايفين عامل نسخه تانيه من تطبيق الواتساب، كلها بنضغط عليها. فبالتالي هيكون عندنا نسختين دلوقتي يا شباب، واتساب النسخه دي والنسخه الموجوده على الجهاز اللي هي دي
كده يا شباب بقى عندنا نسختين واتساب، لو عايزين نسخة تانية من الماسنجر او فيسبوك او اي تطبيق كلنا بنضغط على التطبيق ده ونعمل نسخة من التطبيق اللي احنا عايزينه. ونروح للتطبيق رقم 12، وهو تطبيق كاميرا مميز جدا وجميل مختلف عن باقي التطبيقات كلها. بنفتح التطبيق بالشكل ده فبيظهر لها تعليمات للتطبيق نطلع منه. المميز في التطبيق ده يا شباب انك تقدر تاخد 50 صورة في اقل من 10 ثواني. كل علامة بنفعل الزر ده لو هو مش متفعل وبعدين نضغط هنا، فالتالي التطبيق بيصور لك كذا صورة في اقل من 10 ثواني. فبالتالي انت بتقلب في الصور دي وتختار الصورة اللي هتعجبك فيهم. مثلا لو انت عايز تصور صورة وانت مثلا بتنط على البحر، بتنط على الشط، بتجري، او عايز تاخد صورة لحركة معينة انت عايز تعملها، بتصورها من خلال التطبيق ده وبعدين تختار الصورة اللي جودتها حلوة وبعدين نضغط هنا، فبالتالي تحفظ الصورة اللي انت هتختارها او مجموعة الصور اللي انت هتختارها وتتمسح باقي الصور. والتطبيق بيقدم لك فلاتر جميلة جدا زي ما احنا شايفين يا شباب، بيقدم لك فلاتر فوق الخيال تقدر تتصور بيها، وكمان تقدر تصور صور HD من خلال الخيار ده. ونروح للتطبيق رقم 13، هو تطبيق جميل جدا بيقدر يغير لك شريط الاشعارات ده كله بالكامل، الساعه، البطاريه، الواي فاي، بطريقه جميله جدا ومميزه. كلنا بنفتح التطبيق بالشكل ده وبعدين نفعل الخيار ده يا شباب، هيطلب مننا ان احنا نديله صلاحيه الوصول. كلنا بنضغط هنا ونديله صلاحيه الوصول بالشكل ده، نديله تاني صلاحيه الوصول وبعدين نضغط اوكي وبعدين نفعل الخيار ده تاني، هيتفعل معانا بالشكل ده وبالتالي لوحه الاشعارات هيتغير معاك بالشكل ده. وبعدين يا شباب نضغط على تاني خيار فهتقدر تغير شريط الاشعارات بالكامل زي ما احنا شايفين الساعه بقت في النص. نقدر نشغل نوتش الايفون اللي هو موجود في ايفون اكس عن طريق تفعيل الخيار ده بامبي مود، فبالتالي هيبقى عندك نوتش الايفون بشكل جميل جدا ومميز فوق في الهاتف بتاعك. فهسيب لكم رابط تحميل التطبيق ده مع باقي التطبيقات تحت. ونروح للتطبيق رقم 14، وهو تطبيق جميل جدا تقدر تشاهد من عليه جميع قنوات التلفزيون سواء بين سبورت او اي قناة انت عايزها بس مباشر. كلها بنفتح التطبيق بالشكل ده بيظهر لنا بالواجهة دي، نستنى شوية لحد ما يحمل السيرفرات وبعدين نضغط على شاهد افضل القنوات، فبالتالي بيحمل لك جميع القنوات بين سبورت، جميع بين سبورت، قنوات اطفال، كارتون نتورك، وجميع القنوات اللي انت ممكن تحتاجها سواء افلام، عربي، كورة، اي قناة ممكن تتخيلها هتلاقيها هنا. لو انت عايز تشاهد اي قناة من القنوات دي كلها بنضغط عليها بالشكل ده ونختار السيرفر اللي انت عايزه او السيرفر اللي هتلاقيه مناسب وما بيقطعش، وتضغط عليه وتقدر تشاهد اي فيلم انت عايزه او اي مباراة من غير تقطيع. ونروح للتطبيق رقم 15، والتطبيق ده يا شباب فيه كل حاجة انت ممكن تحتاجها سواء خلفيات نغمات للهاتف او حتى نغمات للاشعارات او خلفيات متحركة. فزي ما احنا شايفين اول خيار خلفيات، تاني خيار خلفيات متحركة، تالت خيار بيديك نغمات عربية اسلامية، جميع النغمات او اجنبية، او نغمات للنوتيفيكيشن اللي هي اشعارات الرسائل SMS. فمثلا نختار اول خيار اللي هو الخلفيات، فبيظهر لنا الواجهة دي يا شباب. بكل يوم التطبيق بينزل لك خلفيات متجددة، او ممكن نضغط على كاتيجوريز فبيديك الاقسام بتاعه الخلفيات، او ممكن نضغط هنا ونختار اخر خيار فبيظهر لك احلى الخلفيات اللي عليها طلب كتير او تنزيل كتير. وكمان ممكن تروح للنغمات زي ما احنا شايفين التطبيق بينزل لك نغمات متجدده باستمرار، نغمات عربيه زي ما احنا شايفين، نغمات عربيه، نغمات اسلاميه، جميع النغمات ممكن تلاقيها هنا. وكالعاده لو ضغطنا هنا وضغطنا على اخر خيار هيظهر لنا النغمات اللي عليها تنزيل كتير بالشكل ده. ونروح للتطبيق رقم 16، وهو تطبيق جميل جدا من افضل التطبيقات اللي انا جربتها. التطبيق ده يقدر يدخلك اي تطبيق انت عايزه من خلال الصفحه اللي انت فيها بطريقه جميله جدا. كلنا بنفتح التطبيق بالشكل ده هيظهر لنا التطبيق بالواجهه دي. فزي ما احنا شايفين يا شباب لو احنا كتبنا حرف الاف على الشاشه او حرف الدبليو او اي حرف انت عايز تكتبه بيفتح لنا تطبيق معين انت بتحدده عن طريق احنا نضغط هنا وبعدين نسحب الشاشه بالشكل ده وبعدين نضغط هنا وبعدين نضغط على اوبن ابلكيشن او اي حاجه انت عايزها، ممكن تخليه ضبط اي حاجه من الضبط. هنخليه مثلا يفتح تطبيق الافلام بالشكل ده، كل عليها بنضغط نيكست وبعدين هيقول لك ارسم الرمز على الشاشه اللي انت عايز تفتح بيه التطبيق، وليكن مثلا حرف البي. دن لو احنا مثلا بنشاهد فيلم او في اي حاجه احنا عايزينها بمجرد ان احنا نضغط هنا وبعدين نضغط على حرف البي بالشكل ده هيفتح لنا تطبيق الافلام بسهوله ومن غير تعب. فتطبيق من افضل التطبيقات اللي انا جربتها. ونروح للتطبيق رقم 17، وهو تطبيق بوست. التطبيق ده من اجمل التطبيقات اللي انت ممكن تجربها لو انت عندك مشاكل في الهاتف، مساحه كبيره في الهاتف مش لاقي مساحه، عندك تعليق في الهاتف. كلها بنضغط هنا وبعدين نضغط على كلمه بوست
فبالتالي التطبيق بيعمل لك فحص للهاتف والملفات اللي عندك ويشوف لك الملفات اللي ملهاش لازمه وبالتالي يمسحها لك من عندك في الهاتف، فبالتالي هتلاقي عندك مساحه كبيره في الهاتف التطبيق فضها لك. كلنا بنضغط هنا هتلاقيه مسح لك جميع التطبيقات اللي ملهاش لازمه او الملفات اللي ملهاش لازمه اللي التطبيقات بتنزلها، فبالتالي احنا فضينا 400 ميجا. والتطبيق كمان بيوفر لك ميزه اللي هو ميزه التشغيل الذكي، بمجرد اللي هو هيلاقي تعليق في الهاتف عندك هيزل لك الملفات اللي بتعمل لك تعليق في الهاتف، فبالتالي التطبيق هيبقى اسرع معاك. فكلنا بنديله صلاحيه اللي هو يشتغل بالشكل ده، باستمرار هيفضل يبحث لك عن التطبيقات اللي ملهاش لازمه ويمسحها لك. ولو ضغطنا على الخيار ده يا شباب هيشيل لك الملفات اللي ملهاش لازمه ويفضلك مساحة كبيرة جدا في الهاتف بالشكل ده، حوالي جيجا ونص التطبيق هيفضلك مساحة في الهاتف. كلنا بنضغط هنا، فبالتالي احنا دلوقتي فضينا مساحة يجي حوالي 1 جيجا ونص، مساحة كبيرة جدا. ونروح للتطبيق رقم 18، وهو تطبيق بيوفر لك ميزة جميلة في قفل الهاتف محدش ممكن يتخيلها. كلنا بنفتح التطبيق بالشكل ده، بعدين بيقول لك ارسم شكل او نمط او رقم محدش ممكن يتخيله عشان تفتح بالهاتف. كلنا بنضغط هنا، وليكن مثلا هنرسم نجمة 1 9، هيقول لك عيده تاني من جديد، نجمة 1 9، وبعدين نسحب الملف بالشكل ده وبعدين نضغط هنا يا شباب. هيطلب مننا ان احنا نكتب رمز في حالة لو نسينا الرمز اللي احنا عملناه من شوية، وليكن 4 اصفار عشان الكاميرا، وبعدين نضغط هنا يا شباب. هنديله صلاحية من هنا، نضغط هنا كده ستارت. فبالتالي يا شباب لو قفلنا الهاتف، فلو جينا نفتحه يا شباب هيطلب مننا ان احنا نرسم النمط اللي احنا عملناه من شويه اللي هو نجمه 1 9، فبالتالي هيفتح معانا بالشكل ده. لو احنا يا شباب عايزين نخفي الخط اللي ظهر من شويه كل عايز نضغط هنا ونجرب ان احنا نقفل الهاتف ونفتحه، فبالتالي هنكتب نجمه 1 9، فبالتالي هيفتح معانا من غير اي خطوط ومحدش هيقدر يتخيل ان احنا قفلنا الهاتف بالشكل ده. نروح للتطبيق رقم 19، وهو لانشر جميل جدا من اجمل اللانشرات اللي انا استعملتها للهاتف، وهو لانشر S9. كلنا بنفتح التطبيق بالشكل ده، فبالتالي بيقول لك اختار السيم اللي انت عايزه، S9 ولا S7. هنختار S9 وبعدين نضغط نيكست، وبعدين نضغط نيكست. هيقول لك عايز تحط الخلفيه بتاعتك اللي انت حاططها ولا خلفيه S9، وليكن نخليها S9، وبعدين نضغط قبلي. فبالتالي هيتحول معاك الهاتف الخاص بيك لواجهه الاس 9، حتى الايقونات بتاعه الهاتف تتغير معاك بالشكل ده لو الهاتف الخاص بيك بطيء نوعا ما. كلها بنضغط هنا، فبالتالي بيسرع لك الهاتف ويشيل لك الملفات اللي بتبطئ لك الهاتف. ولو دخلنا على التطبيقات بالشكل ده هتلاقي التطبيقات كلها اتغيرت بشكل جميل جدا لنفس تطبيقات الاس 9 بالظبط. ونروح للتطبيق رقم 20 والتطبيق رقم 21 مع بعض، وهو لو عايز تطبيقاتك تكون مميزه تطبيق الفيسبوك وتطبيق الماسنجر يكون مميزين عن باقي اصحابك، تخليهم باللون الاسود بشكل جميل جدا ومميز بالشكل ده، كل عليك هتحمل التطبيقين دول من الروابط اللي هسيبه لكم في وصف الفيديو تحت. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لو الفيديو عجبك او لقيت تطبيق عجبك تدعم الفيديو بلايك وتشير الفيديو مع اصحابك اكيد هيحتاجوا تطبيقات من دي، واهم حاجه تكتب لي تعليق حلو على ذوقك بيفرحني جدا وبيدعمني انزل لكم فيديوهات احلى واجمل. ولو عندك مشكلة وعندك استفسار اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.